السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وراحة بال، بحبكم جميعا، تحياتي لكم جميعا. موعدنا ما تنسوش يوم 1/7 بإذن الله، 21 يوم اللي جايين دولت هتشوفوا عادل فتحي إنسان تاني خالص بإذن الله. دعواتكم كل أحبائي بإذن الله، دعواتكم ليا إن ربنا يكملها لي على خير. النهاردة مفيش في اسكندرية غير الفضيحة اللي عملها أبو حسنان نتيجة العربدة بتاعته اللي قاعد يتعربد من أول البريفاج لحد أبو قير، واخد الشواطئ نزول عدن، يعني إيه أكنه عمره ما استحمى، يعني واخد وضع لدرجة في أحد الشواطئ ناس حكوله وشافوه إن هو نزل. وللأسف طبعا أنتوا عارفين كان هو بيلبس كلسون، طبعا هو لما راح اسكندرية بقى عمل قرن وكلام من ده، فقال لك بدل ما ألبس الكلسون يعني قلع الكلسون عشان ما يتعرفش او يعمل عمليه تمويه، فطبعا رايح بالسليب. في طبعا انتوا عارفين ان الناس كلها عارفه ان البحر بيبقى ليه لبس وبيبقى ليه مايوه، والمايوه بتاع البحر بيبقى ليه استق قوي جدا للرجال، وبيبقى المايوه ذات نفسه فيه يعني ايه كلوت داخلي علشان يبقى مظبط الراجل وبينزل البحر ما يستره بقدر الامكان يعني. والناس الكبيره اللي زي حالتنا بتبقى لابسه بربوده، يعني حاجة يبقى شبر باين من الركبة ولا حاجة، أو الناس برضو اللي زي أبو حسناء بتبقى لابسة الشورت اللي هو للركبة مش المايوه، لكن هو برضو لا لبس ده ولا لبس ده ولا لبس ده، وفضل إن هو يلبس السليب اللي هو الأبيض، السليب اللي هو بتاع البيت. هو بقى مفكر إن إحنا بقى إيه على الجناب في ترعة سيدي سالم، او مثلا في ترعة المريوطية، او في اي ترعة من ترع ايه المحافظات، وقال لك انزل يا بقى. فالناس قالوا له ما تنزل، الناس طبعا لما قعد بعدوا لان السليب اساسا لما المية بتلمسه بيشف، يعني بيشف في الجسم، فبيبقى بيكشف عورة الرجل للأسف. المهم هو دخل، الناس يعني واحد معجب بملابسه الداخلية هيعملوا له ايه؟ بس يا اخوان احنا اسكندريه بتعاني من كورونا، وبنعاني ايضا من ابو حسناء، يعني كورونا بتضرب بشده وابو حسناء برضه مش رحمنا خالص في اللي بيعمله. المهم نزل 10 خطوات، الميه نزلت عند ركبته، فنزل راح طابش نازل فين؟ في الميه. لما نزل في الميه وبيعرف يعوم على فكره، عام جوه وطلع بيرد، فالموجه بتسحب يعني الموجه وانت جاي، فلما جت تسحب لا ما سحبتش ابو حسناء، سحبت السلم، وكان منظر حاجه صعبه جدا. استر حاجه استر حاجه، اللي يرمي عليه عوامه واللي يرمي عليه كوره وهو قاعد في ايه؟ هو في انتوا بتضحكوا ليه؟ بيضحكوا ليه؟ حاجه اخر مسخره علينا منها. انا قلت للناس، الناس نسيت ان في موبايلات وكان لازم تشك 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 وكانت انتهى الوضع على كده. نرجع بقى لموضوعنا، لان احنا هو بقى واعي بقى دلوقتي، بقى معاه طقم بقى مايوهات بقى، ما هو خد حذر. لا خد حذر يا ام حسين، مش هنعرف بقى خلاص، بتقول ما تروحوا مشوا وراه، والله خد حذره. فالمهم انا شفت مين؟ ام حسناء قاعده هي وبنتها، وبنتها انا بحبها قوي على فكره، يعني هي اكبر من احفادي 3 4 5 6 سنين، بس بعتبرها كانها زي احفادي بالظبط، يعني انا ما عنديش بنات في السن ده خالص، يعني بنت رقيقه كده وطيبه خالص، وقاعده مع امها وقاعده تعد وتقول انا بقالي من الاربع وخميس وقعدت 8 ايام كتير، وانا ليا بيت وليا زوج وليا اسره. هي مش عايزه تسيب امها في هذه المحنه التي تعاني منها، وامها قاعده مكلومه وتقول لها والله يا بنت عدوا عليك يومين. انا بقى محتار ان الايام اللي جايه، خلي عندك دم يا ابو حسناء، خلي عندك شويه من اللي هو في الجسم ده احمر، خلي عندك شويه دم. فانا لما بنتها هتمشي تروح لزوجها، ودي سنه الحياه، الواحده مش هينفع تقعد عند امها طبعا، يعني كتر خيرها انها قعدت وبقت في ظهر امها اسبوع ولا 8 ايام، كتر الف خيرها كتر الف خيرها. أم حسناء بقى هتعاني إزاي؟ هتقعد إزاي؟ إزاي وهتبقى دمعتها على خدها؟ معقولة؟ معقولة يا جماعة الخير الراجل يغدر بعد العشرة دي؟ بعد عشرة 25 سنة؟
في ناس على فكره بيقولوا ده ام حسناء كبيره، ده مش عارف، لا ام حسناء صغيره، ام حسناء متجوزه 13 سنه، ده هو اللي عجزها. ما هو في راجل يا جماعه الخير تلاقي الست بتاعته عندها 55 سنه 60 سنه وتشوفها تقول زي ليلى طاهر كده، اكنها لسه ما اتجوزتش. وفي راجل علشان فخده مالح، هي ام حسين فخده مالح، يعني راجل مالح، راجل ماسخ ماسخ، كل ما تيجي جنبه الملوحه بتاعت جسمه تيجي عليك، احنا نقول عليه فخده مالح. فلما بيبقى في راجل فخده مالح تلاقي الست بتاعته زي القمر، وبعد 5 6 سنين جواز وعندها 20 سنة تشوفها عندها 40 سنة. ده بيبقى راجل بيشيلها الهم والطفح نتيجة المعاملة السيئة، هو ده بيبقى نصيبه، بتبقى بطيخة وبتضربها بالسكينة، يا تطلع حمرة يا تطلع قرعة، سواء للرجل يلاقي بطيخته حمرة أو قرعة، أو للست تلاقي الراجل بطيخة تطلع حمرة أو تطلع قرعة. المهم بقى جابوا الفسيخ، وما أدراك ما الفسيخ. أنا ماليش دلال الأول على الفسيخ، بس أنا عارف أعظم أماكنه اللي هي بتنبح فيها الفسيخية. بسم الله ما شاء الله كيلو إلا ربع، ويمكن في فسيخ كان دخل على كيلو حاجة، طب بسم الله ما شاء الله. وأم حسناء تبارك الله عليها، تبارك الله عليها في تنظيف الفسيخ. المهم طبعا هم مسقط راسهم يشتهر على مستوى جمهورية مصر العربية بالفسيخ، اللي هي منطقة سيدي سالم. يعني احنا عندنا اشهر منطقتين هي سيدي سالم، وانا بديكم معلومات يا جماعة، في ناس بيقولوا انت بتحط حشو، لا ده مش حشو، عشان الناس تبقى عارفة وبرضو تعرف الاضرار والمميزات. سيدي سالم ونبروه دول افضل منطقتين في الفسخانية، في يقدروا، اصل الفسيخ ده صنع لازم يتفسخ كويس ويتنقى السمكة كويسة، ومش أي براية اللي تتحط للفسيخ. في ناس تانية بتحط طبار، الطبار الناس ما بتفهمش، إحنا ناس نعرف الفرق بين الطبار وبين البوري. المهم تشتهر مدينة سيدي سالم دي بالفسيخ طبعا على مستوى الجمهورية، ومعها مدينة فوة ومطوبس ودسوق، دي مناطق مشهورة كبيرة جدا بالفسيخ. وأيضا في رشيد السفريتي، والسفريتي لو دخلته في اليوتيوب هتلاقي محمود سعد المذيع عامل معاه حلقة كانت ممتازة، اللي هو الحاج علي السفريتي، ناس من أفضل الناس، ولهم محل أيضا في شارع جمال عبد الناصر من أفضل المحلات اللي بيحت السمك، ورخيص جدا. يعني تيجي تشتري كيلو البوري هتلاقيه ب60 ب65، لو رحت مناطق تانية هتلاقيه ب90، الجمبري عنده ممكن تلاقيه ب140، نفس الجمبري بعده ب20 خطوة عند حسني ب400 و500 و600. المهم نخش على طول، ده خطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا منك يا حسناء، انت حامل، والحامل ما ينفعش خالص انها تاكل لا فسيخ ولا اي حاجة فيها ملح. هي بتقول لا ده انا باكله عادب، مهما هو يبقى عادب بس فيه ملح. يعني انا لما اجي اشرب شاي بقول له حط فيه معلقة سكر، هو فيه سكر غير معلقتين، بس هو فيه ملح، والملح ده خطر كبير جدا 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 على اي واحدة حامل، لان في حاجة اسمها ضغط الحمل. الحامل بيبقى فيه حاجة نوع من انواع الضغط اسمه ضغط الحمل، يجيها ممكن لو الضغط جاها ممكن يأثر على البيبي او على الاكسجين اللي هو رايح ليه، والتنفس يبقى صعب، وللأسف الشديد بعد 1000 شهر ما يكتملش الحمل او يحصل اجهاض او يموت الجنين جوه. فاي واحدة حامل تخلي بالها، وبلاش تاكل خالص في فترة الحمل بتاعها لا فسيخ ولا سردين ولا جبنة حادقة ولا الحاجات اللي هي بتؤدي الى رفع الضغط، خوفا انها تصاب بضغط الحمل وتبقى كارثة على البيبي. انما هي بتقول وكمان واكلها مرتين، والام بقى طيبتها، يعني الست دي طيبة والله، والله العظيم ام حسناء دي طيبة يا جماعة، ما كانش لها ابدا ابو فخد مالح ده. المهم ام حسناء بتقول لها يا اختي كلي، ده مره من عند امك. يعني انا هذه العلاقه، علاقه الام، احنا شفنا حاجات كتيره جدا، شفنا بعض الاباء، مع ان بسم الله ما شاء الله احنا ما بنعممش، في ناس ملتزمه ومحترمه جدا، في رجاله بتبيع مره واحده، في راجل لما الفلوس بتجري معاه والعمليه بتمشي معاه بيروح بايع، بيبيع الجمل بما حمل. انا الكلمه دي بتضرب في وداني، وهو بيقول والله العظيم انا ما يهمني ام حسناء ولا بنتها حسناء. الله 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 الله، طب وبنتها، ما انت بتجمل ايه؟ ليه ليه ليه؟ علشان ايه؟ علشان احمر شفايف يا حاج؟ ليه يا ابني؟
ليه؟ ليه مره واحده؟ ده حتى لو فيك، لو بهزار الراجل ما يقولهاش. الراجل يسمع بنته في حياته كلمه زي دي؟ والله العظيم انا ما يهمني ام حسناء ولا بنتها حتى ولا اي حد، وانا بايع الكل. ايه يا ابني ده؟ ليه تبيع؟ ليه تبيع؟ ليه بنتك عملت ايه؟ الملاك الطاهر ده شيء صعب 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 صعب، غير مقبول ابدا جمله وتفصيلا. معلش الموضوع كان موضوع مش حلو النهارده. كل التحيه وكل الاحترام لمحبي ومتابعي عادل فتحي في كل مكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.